عرفتي نموت ونعرف شكون هذا العالم اللي كيصاوب الخرائط في المغرب. اي يا سيدي، كلكم كتسولوا هذا السؤال. المؤسسه اللي كتكلف بهذا الشيء هي الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه والمسح العقاري والخرائطيه، وما كتكلفش غير بالخرائط الطوبوغرافيه ديال المملكه، والمهمه ديالها هي انها تحافظ على الاملاك العقاريه وتشهر الحقوق العينيه، وفي هذا الاطار كتسهر على حفظ الوثائق العقاريه، وهذه المهمه المنوطه بها كتحتم عليها على انها توفر على كميه كبيره ديال المعطيات والبيانات، ولكن بفضل استغلالها بالطرق الالكترونيه الحديثه غيتمكن من الخدمه ديالكم بشكل افضل. السلام عليكم. الله يجازيك بخير، بغيت داك التيزر ديالي. هي الاولى شريت دابا نيت دابا، واش نساني ولا دابا واقيلا كيشاطي مع شي حد؟ واش هذاك التيزر ديالي؟ الله يخليك. الا شريت راحك دابا ولا كلشي بالانترنت عند. وفي اطار العصرانه الخدمات ديالها وتبسيطها وتحويلها تدريجيا الى الرقميه، قررت الوكاله انها تخلق وكاله افتراضيه على شكل موقع انترنت، واللي تقدر تستعجب لكل طلبات المواطنين سواء كانوا ناس عاديين او مهنيين، بشكل بسيط سهل بكل شفافيه وطبيعه الحال بشكل مؤمن. الوكاله الافتراضيه كتدخل عصر السرعه. فبالاضافه للمعطيات المؤسساتيه على الوكاله، كاينين حاليا 3 ديال الخدمات في هذا الموقع، من غير الخدمات الاخرى بطبيعه الحال اللي غادي تزادوا من بعد. الخدمة الإلكترونية الأولى لهاد الوكالة هي خدمة محافظتي. من قبل باش تبع التيتر ديالك كان خاصك ديبلاصة، تشد طوبيس ولا تاكسي، والومبودياج، والحرارة، والدودانات، والكلاكسونات. صافي هاد الزمان مشى، دابا غيتقدر تعرف كاع العمليات اللي كيوقعوا في التيتر ديالك من دارك. وباش تستافدوا من هاد الخدمات، ما عليكم إلا تطبعوا طلب، توقعوه وتدفعوه للوكالة اللي قريبة لكم، وهكذا غتبداو توصلوا بكل كبيرة وصغيرة على التيتر ديالكم بأس ام اس وبميل. سي حميد اش مشافك؟ مبروك عليك لك الارض اللي شريتي. الله يحفظك مولاي، العقوبه عليك ان شاء الله. امين يا سيدي. ياك بعدا قديتي المسائل، حفظتي الارض، كلشي وهذاك. كلشي غيزتو. وسجلت واحد الخدمه باقه جديده كتخليك تتبع كاع اللي كيوقع في التيتر ديالك بأس ام اس. اللي قلنا لا شي واحد طقاني فيسبوك. والخدمة الثانية هي خدمة الإشهار العقاري، وهي بحال اللي قلتي النسخة الرقمية ديال الجريدة الرسمية ديال التحفيظ العقاري. فمن قبل باش تعرف شي معلومة على شي عملية عقارية كيستوجب القانون بالإشهار ديالها، وخاصك تسنى حتى تنشر في الجريدة الرسمية وتمشي تاخذها. دابا من خلال هذه الخدمة الإلكترونية غادي يمكن للعموم سواء المغاربه اللي كاينين في الداخل او في الخارج يطلعوا على كاع الاعلانات اللي كيتنشروا في الجريده الرسميه اللي كيتعلقوا بمطالب التحفيظ او بالرسوم العقاريه. شاف واحد الجريده الرسميه تكون خرجت؟ لا واقيلا مازال ما خرجت. واحد الجريده الرسميه تكون دابا خرجت؟ لا مازال ما خرجت. ودابا غتكون خرجت زعما؟ ودرتي لنا الطياره. شوف بغيتي الجريده الرسميه سير راه كاينه في التليفون ديالك. دخلت عليك بالله. دابا نمشي نجيب التليفون. ها هو الجريده الرسميه فينا هي؟ ولاني تنتقدي مصات. ثم عندنا الخدمه الالكترونيه الثالثه، وهي وضع مجموعه ديال الاستمارات ران اشاره المرتفق. فمجموعه كبيره من الوثائق الان ممكن تطلبوها مباشره عبر الموقع. هذه هي الوكاله الافتراضيه اللي قالوا لنا. السلام عليكم. الله يخليك، بغيت التيتر ديالي. مرحبا سيدي، كاينه هنا. او بغيت واحد الدوبليكات الله يخليك. حتى هي كاينه هنا سيدي. وبغيت واحد النسخه من كاينه تفضل. لا بزاف. وكل شيء عندكم؟ لا ما يمكنش. بغيت واحد الله ودي كاينه هنا. لا بزاف هادشي، بزاف. خلاصة القول، فهذا الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية غادي يسهل الحياة ديال بزاف ديال المواطنين، بحيث غادي يمكنهم الاستفادة من كل هذه الخدمات اللي ذكرناها بشكل سريع وفعال. وكما ذكرنا من قبل، هذه الخدمات الإلكترونية كتدخل في إطار واحد الورش كبير ما بين أوراش أخرى لتقريب الخدمات من المواطنين وتسهيل الولوج إليها، بحال الورش اللي خدام عليه الوكالة الآن واللي غادي يسمح لكم بالأداء الإلكتروني وتبادل الوثائق والمعطيات ما بين المهنيين بحال الموثقين والمهندسين المساحين الطوبوغرافيين. الكرامة هذا، وليتي تقدر تخلص بلا كارت في السيت ديال الوكالة، واحد جوج تيترات الله يخليك، وزيد عليهم واحد 3 ديال الدوبليكاتات. أمبورتي. إذا ما تردوش في زيارة الموقع ديالنا www.cfcc.gov.ma لمعلومات أكثر. شكرا لكم.